يوم محاضرة عندنا محاضرة مادة التاريخ في الصف الثالث متوسط. طبعاً مادة المراجعة عندنا اليوم عندنا المغول وما هو ثنية متخلفة استوطنوا في سهول تركستان في أواسط آسيا واتخذوا القتل والتخريب عند دخولهم بغداد. عندنا هنا تعليل لماذا هاجم المغول الوطن العربي؟ بسبب ضعف الدولة العربية الإسلامية. عندنا هنا من ضمن المراجعات هو الأكبر، هو قائد الهجمة المغولية التي احتلت بغداد وأسقطت الدولة العباسية أو الإمبراطورية العباسية في ذلك الحين سنة 656 للهجرة. عندنا هنا معركة عين جالوت، هي من المعارك المهمة والحد الفاصل بين المغول والقوات المغولية. هي المعارك المهمة بين المغول والقوات العربية الإسلامية بقيادة قطز قرب عكا في منطقة عين جالوت. انتصر فيها المسلمون وأوقفوا التمدد المغولي نحو الوطن العربي. عندنا هنا قطز هو قائد الجيش الإسلامي الذي انتصر على المغول في معركة عين جالوت، الذي قاد المعركة ضد القوات المغولية. طبعاً هاي من التعريف المهمة اللي هي عين جالوت ونتائج معركة عين جالوت. ما هي نتائج معركة عين جالوت عندنا؟ اللي هي أولاً وهي أول رد فعل عربي إسلامي ضد الاحتلال المغولي. ثانياً أوقفت اندفاع المغول نحو الوطن العربي. ثالثاً أنقذت مصر من التخريب والمعارك الإسلامية، أنقذت مصر من تخريب المغول وأنقذت المعالم الإسلامية في مصر. عندنا رابعا رفعت المعنويات العرب المسلمين في الدفاع عن أوطانهم. خامسا كانت أول معركة يهزم فيها المغول في الوطن العربي بعد احتلال بغداد وإسقاط الدولة العباسية. عندنا هنا الخروف الأبيض والأسود، هم من العشائر التي جاءت من تركستان واتسمت بهذا الاسم على اعتنائهم الملابس الاسود والابيض، وشهد حكمهم بالتخلف وتدهور الزراعه في العراق. عندنا تيموني هو قائد مغولي الذي اغار على بغداد واحتلها وتمكن من القضاء على الدوله الجلائريه في بغداد. هاي محاضرة مادة التاريخ ومراجعة مادة التاريخ للصف الثالث متوسط، والسلام عليكم ورحمة الله.